دي بقى بيضة النعام اللي لسه جايبينها من البيضة ديت بمقام 28 بيضة فرخة، ووزنها بيوصل لكيلو ونص. بيضة النعام بتقعد عندنا حوالي 43 يوم في الفقاسة، وبعد كده بتخش حاجة اسمها هاتشة لغاية لما بتبقى. وعندنا الفقاسات اللي عايز يربي أو عايز أي معلومات عن النعام، أو بنفقس له البيض وبنعمل له كل حاجة يعني هو محتاجها. وفي برنامج تدريبي برضو بيوري الناس ازاي ان هي تخلي بالها من البيض ومن النعام. النعام من انواع الطيور الحساسة جدا، لدرجة ان كان عندي ذكر نعام هنا انثى النعامة ماتت قدام عينيه، فزعل عليها قعد 6 شهور. 6 شهور هو زعلان عليها وقعد حزين وجاله اكتئاب لغاية لما مات. فدي من الحاجات اللي أثرت فيا وعرفتني ازاي ان النعام حساس جدا وبيحتاج رعاية خاصة، واحنا بنأهل الناس هنا ازاي يخلوا بالهم منه من الناحية النفسية والناحية الغذائية، يعني تربية النعام يربوه ازاي. ده موسم، بدأ موسم التكاثر بتاعه، موسم البيض. زي ما احنا شايفين بتبقى المنقار بتاع النعامة بدأ يبقى يحمر، ورجليه بدأت تحمر، والفيميل بتاعته او الانثى بتاعته بدات ان هي تعمل الحركات الروك بتاعها اللي هي بتبين للذكر ان هو ايه ريدي في التزاوج. يعني في 3 انواع لتربيه النعام. ممكن يبقى في اللي هو التسمين لغايه سن عام، ده بيبقى أوزانه بتتراوح من 70 ل 100 كيلو. في بعد كده بيبدأ اللي هي إن أنت بتأهله إن هي تبقى أسرة، دوت بيبقى من سن سنة لسن سنتين أو سنتين ونص، ده تأهيلي. بعد سنتين ونص بيبدأ نظام إن هو تكون أسرة، والأسرة دي بتبقى ذكر وأنثيتين في الأسرة الواحدة. فبتبدا بعد سنتين ونص الذكر بيبدا ان هو يشتغل بعد 3 سنين، فلازم يبقى اكبر منها باقل حاجه 6 شهور. انا عايزه ادخل العيله خد خدها. شير ناس كتير باشمهندس عايزه تعدي الجوزه بس على فين؟ شدي انت ايج اعطاها مني. تعشوا ولا لسه؟ ده الذكر؟ على فكرة بيفتخر بنفسه قوي. ايه
على اليمين ابو بوش الشفايف، المفروض يحط الشفايف الحمراء دي مين يا دكتور؟ رموش دي ما شاء الله. هو الراجل ليه اثنين ده في يعني اجمل. اه ايوه آه. لما كنت بقرا فتره عن النعام يقول لك ان الراجل بيتجوز من كذا. ايه موسم ما هيبدا في شهر 2. طيب يعني من الشهر الجاي بيبدا الموسم بتاعهم لغايه شهر 10 باذن الله. تعال ده ولد برضه. خد له فلوسه هنا. تعال تعال تعال. ما فيش هنا النعام الفرنساوي الابيض يا دكتور. لا الرقصه دي يا جماعه بيعملوها للدكتور فقط، يعني حاولنا نعمل الرقصه دي، دي ترحيب وامتنان صح. ده ذكر. ها ذكر نعام. والرمادي دي انثى. عموما يا جماعه احنا لاحظنا ان اللي هو المنقار بتاعه فيه اللون الاحمر هو الذكر، واللي من غير منقار احمر. ايه متعوره؟ ايه التعويره؟ ايه التعويره ده؟ دي خربشه من بعضهم دول. بص اللي هي فرده جناحاتها دي. تبدا تعمل حاجه. التزوج امتى بقى؟ هو ممكن يحصل دلوقتي؟ بس هي بتبدا ان هي علامات ان هي تزاوج اللي هي تفرد جناحاتها. فهمت. انا متعرف ان الذكر هو اللي بيعمل العروض. بيعمل عروض كده. وهو كنوع من ارفع ال ايوه يا دكتور. طالما الوش احمر كده يبقى هو جاهز للتزاوج. رجليه احمر. وشه احمر. ورجليه بصوا يا جماعه في علامه الاحمرار على الرجلين. لا حماده. يبقى اذا في لحظه ممكن تزاوج في اي لحظه عشان يبدا موسم التزاوج بين النعام، بين ذكر النعام والانثى. اهو دلوقتي برضه يا جماعه اهو هيبدا يداعبها. الحمار على الرجلين ده علامه للتزاوج. كده كده هو جاهز. كده يبداوا بيه بقى ان شاء الله باذن الله. انت سقفني شويه. هي مش ممكن تقعد؟ ما طالما انا معاك خلاص. اثنين يا جماعه بعد اذنك يا دكتور. النعام الذكر ليه اثنين، ليه زوجتين. ما يتحدش يتعدى على الزوج. لا ده هم كلهم في غرف منفصله في عرفه. عشان خاطر يا جماعه في سياج يعزل كل ذكر وانثيتين. ادي انثى هناك يا جماعه اهي، وادي الانثى الثانيه، والرموش والجمال ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله، الله. ربنا يحفظكم ويبارك لك يا دكتور. اللهم امين. تخيل بقى كان كله ده كده بقى مليان. ان شاء الله تيجي تاني باذن الله يا رب. بس باذن الله. لازم اصطفى عشان خاطر اخليهم برضو ايه. انت بتحبي التصوير؟ بتحبي التصوير؟ ما شاء الله عليك. البوسه دي كام من متر؟ والله